على زمن ده اللي بيجيب العروبه دي لمصر واهل مصر بس من خلال عقد اللقاءات الدوريه في القائد العام الله اكبر القوات المسلحه مع القاده في الضباط والصفيه الجنود الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه القوات المسلحه لن لهذا الجزء العظيم من بلدنا اللي تعرض لاي تهديد كذا قيام عناصر قتالية من القوات المسلحة لتأمين القطاعات الرئيسية والأهداف الحيوية في سيناء ضد الأعمال العدائية والإجرامية التي تقوم بتنفيذها عناصر إرهابية ومجموعات جهادية ويقوم القائد العام للقوات المسلحة من حين لآخر بتفقد القوات القائمة بأعمال التأمين في ذلك الاتجاه ويصدر توجيهات